السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي صناعة مصرية اللي بيتناول كل ما يهم المواطن المصري من خلال فتح كل الملفات والمشكلات الشائكة وطرحها على المسؤولين بشفافية وموضوعية في مختلف الوزارات والهيئات والعمل على حلها. أهلا يا أسامة. أهلا بك علي، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين ومتابعين برنامج صناعة مصرية. زي ما اتفقنا إن برنامج صناعة مصرية بيناقش كل الصناعات، وعلى رأسها وأهم صناعة إحنا بنتكلم عليها صناعة الدواجن. الدواجن في مصر بتمر بفترة غير مسبوقة. حاليا الصناعه بتمر بفتره صعبه جدا، الكل بيخسر فيها، والحلقه النهارده اسمها الحلول، حلول صناعه الدواجن. الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا على معظم المشاكل، بس الوقت ما كانش اسعفنا ان احنا نعرف نتكلم او نطرح حلول عالية على اللجنه العليا اللي امر بتشكيلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا قلنا مجموع حلقاتنا على مدار 3 حلقات اللي فاتوا يعد حلقات توعويه للمسؤولين اللي هيكونوا ضمن اللجنه اسامه. بنحاول نقدم لهم خدمات، بنحاول نقدم لهم الحلول والاقتراحات اللي شايفها معظم المربيين. ممكن هم ما يكونوش شايفين الحاجات دي، احنا من تحت، احنا جايين من تحت. احنا جزء من المربيين، او بنتكلم من بصوت المربي الصغير او صغار المربيين، وبنعرض بعض الحلول او المقترحات على اللجنه العليا علشان نقدر ننهض بالصناعه بتاعتنا. عندنا علي نموذج كبير جدا، مشروع كايرو 3A. مشروع كايرو 3A يعد من اكبر المشاريع الانتاجيه يا اسامه في مصر، وبيزود الانتاج المحلي وبيخلي عندنا وفره في الانتاج وبيغطي الطلب المحلي المتزايد. معانا مداخله دكتور منى. معانا دكتور منى محرز، نائب وزير الزراعه السابق ورئيس رئيس اداره شركه كايرو 3. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ، منورانا برنامج صناعه مصريه. شكرا يا فندم. شكرا دكتور منى، احنا شاكرين جدا على المداخله الجميله ديت، وعايزين من حضرتك نبذه مختصره عن مشروع كايرو 3 او المدينه الداجنه المتكامله. والله المشروع ده كان احد مشروعات المهمه اللي تم عرضها من خلال الخريطه الاستثماريه لمواقع للإنتاج الداجني، مواقع اختيارة بعناية أنها تكون بعيدة عن الكتلة السكنية وبعيدة عن كل المشروعات الداجنة السابقة، علشان يكون في تحقيق البعد الوقائي والأمن الحيوي للإنتاج. فهي مشروع من عدة مشروعات، الحقيقة هم كانوا لهم السبق في إن هم ابتدوا بسرعة جدا، وهو مشروع على 27,000 فدان. تمام. الحقيقه كانت الخطه ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي ونغطي الفجوه الاستيراديه للحفاظ على منتجاتنا طبعا المصريه، وان احنا بنخلق فرص عمل للمصريين، وان احنا نعتمد على نفسنا في انتاج غذائنا خاصه البروتين الحيواني زي الدواجن، لانها صناعه الحقيقه رائده ولنا فيها باع كبير جدا من الثمانينات. تمام. فتم انشاء هذه المنظومه، والمنظومه الحقيقه مش بس انتاج دواجن تسمين، لكن هي سلسله متكامله، مشروع متكامل بنسميه انتجريتد، من الجدود للامهات للمفرخات للتسمين للمجازر للتصنيع وللمصنعات. وده نموذج الحقيقه يعني متميز، نقدر نقول ان هو مشروع متكامل وانجز في فتره قصيره جدا، في كل الحركات، في جدود، في الامهات، في معامل تفريخ، في مصانع اعلاف، في تسمين، في مجازر، يعني فعلا مدينه داجنه كامله. ده حقيقه، وهو نموذج الحقيقه لكثير من المستثمرين ان هم يكرروا نفس النموذج، لانه كمان انت بتبقى بعيد عن بقيه قطعان الدواجن، فبتحافظ على المشروعات اللي تمت قبل كده، وبتحافظ على نفسك من نقل العدوى، وبالتالي كمان ان حضرتك يبقى المشروع فيه ثلاجات وفيه تجميل. دكتور منى، كل ده بيخلينا نحافظ على المنتج. دكتور منى، هدفكم الاول اللي هو التغطيه المحليه او الاكتفاء الذاتي ولا التصدير؟ يعني هدف الشركه ايه؟ حلو جدا. الحقيقه كان الهدف الاصلي هو الاكتفاء الذاتي، لكن النهاردة لما يكون عندي اكتفاء ذاتي وعندي زيادة، فهم من المنشأ، هو برضو كان مسجل في وزارة الزراعة ومتابعين معاه وزارة الزراعة في لجانه، بقى مسجل منشأة خالية من هي أحد المنشآت الخالية من أيوة، يقدر يصدر بره، وهو ده النهاردة اللي شغالين عليه، لأن لما بصدر للخارج أنا برضو بخلق عملة صعبة وبحقق امتياز أكتر، بدل ما اصرف العمله الصعبه لا بجيب عمله صعبه للبلد. اكيد طبعا، فرص
وبحقق فرص عمل اكثر. بنوفر فرص عمله صح. ايوه طبعا، فهي دي كانت الخطه، وهم الحمد لله المرحله الاولى بالاكتفاء الذاتي تمت، ومصر يعني الحمد لله في السنين الاخيره يعني عملوا انجازات صناعه الدواجن كبيره. دكتوره منى، مشروع الامن الغذائي وال تمام، مشروع بالحجم ده يقدر يساهم بقد ايه، كام في الميه من نسبه الانتاج اللي ككل البلد؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هو كان مخطط ليه ان احنا كنا بنستورد 50,000 طن دواجن، فده اصلا بينتج 60 مليون طائر، فهو غطى الفجوه وزياده شويه، وهي دي كانت النقطه المهمه، زياده شويه يعني احنا لازم هنتجه للتصدير، فهي دي النقطه الاساسيه. احنا هو حضرتك كان ليكي يا دكتور، حضرتك بما انك كنت نائب وزير الزراعه في الفتره السابقه كان ليكي باع ان احنا نوصل للاكتفاء الذاتي حقيقي بمجهود حضرتك. طيب دكتوره منى، خلينا نطلع بره المشروع ده ونتكلم على الصناعه ككل. ايه يعني ما هي المشاكل اللي حضرتك شايفاها في الصناعه الحاليه الفتره الحاليه، المشاكل اللي مؤديه الى خراب البيوت؟ المشاكل اللي بتواجه، انا بعتبر النهارده انخفاض وارتفاع الاسعار، هو طبعا دلوقتي احنا بنمر بفتره انخفاض اسعار شديد، وده ما يغطيش التكلفه الانتاجيه عند كل يا دكتوره بعد اذن حضرتك، عند كل صغار المربيين وفي مشروع زي بتاع حضرتك كده. حضرتك هتختلف من طبعا كل ما بتكون منشآت صغيره او صغار مربيين بيبقى عندهم المشكله اكبر. تمام. والتكلفه اكبر، لان طبعا في مشكله امراض بتبقى موجوده، فطبعا بيبقى النافق اكتر من المعدل المزارع الكبيره. أكيد طبعا. فهو طبعا بيتضر اكتر، بيبقى في الضرر عليه اكتر، وفي حين ان احنا برضو وزاره الزراعه ورئاسه الوزراء، وده كان بتكليفات من السيد الرئيس، احنا عملنا اتفاقات وانا في الوزاره مع البنك الاهلي. تمام. ان هو يدي ده في مجلس الوزراء تمت مع اتحاد منتجي الدواجن، على اساس ان الصغيرين يبتدوا يطوروا مزارعهم وينقلوا من النظام المفتوح للنظام المغلق، عشان يقلل نسبه النفوق، علشان يحس ان هو بيجي له انتاج. دكتور منى، من النقط اللي كانت يعني يا دكتور عامله لنا مشاكل الازمه اللي مرت بيها صناعه الدواجن يا دكتور. النقطه الثانيه والمهمه ان تطبيق قانون منع تداول الطيور الحيه، لان ده بينشر الامراض برضو، وفي نفس الوقت بيعرض المنتج والمستهلك لتفاوت الاسعار. هنرجع للنقطة دي يا دكتور بعد إذنك. نعم. هو حضرتك الأزمة اللي مرت بها الصناعة خلال الشهور اللي فاتت سمعت. نعم. في كايرو 3 إيه، ولا أنتوا بعيدين عن ده؟ السؤال ده أنا بقوله عشان المستثمرين. لا، أنا عايز أقول إن أكيد في على كل المستويات اتأثرت، لكن الصغير بيتأثر أكتر. سمعت فيه أكتر. وبعدين لحد كبير، إن الشركات الكبيرة عندها الامن الحيوي قوي، فبيعوض شويه بنسبه النفوق، لكن ما زال مش جايبه التكلفه. لكن فده اللي بقول لحضرتك، يفرق الصغير من الكبير في نسبه النافق، وطبعا لما بيكون عنده امراض اكتر بيتكلف تكلفه علاج اكتر غير الشركات الكبيره. عشان كده قلنا ان احنا لازم تطبيق الامن الحيوي، وان هم ياخدوا القروض، وده فعلا ناس كتير اخدت قروض وطورت مزارعها، واتمنى ان كل المربيين الصغيرين يعني يتوسعوا اكتر في ان هم يعني يعملوا. طيب. نظام مغلق. والحاجه الثانيه ان عايز اقول لحضرتك ان كان عندنا منظومه ان الناس الصغيرين دول يعملوا لنفسهم شركه مساهمه مع بعض، اللي هو التكتلات الصغيره. في شركه في التكتلات الصغيره في انا جمعت عدد من المربيين واخدت ارض على اساس ان هي تقوم بمشروع كبير عشان تقلل نسبه الفاقد عندها، ويبقى مشروع متميز وبعيد عن الكتله السكنيه، كانوا في الصحراء برضه. النهارده يا دكتوره منى، دي حاجه كويسه. دكتوره منى، النهارده عشان انا اخد كمربي صغير اخد قرض، او اعمل مجموعه مربيين واخد قرض كبير، في ظل ان انا مش حاسس بالامان في الصناعه، فصعب جدا. انا اخاف النهارده اخد قرض واشتغل بيه واخسر، يبقى انا مطالب ان انا اسد القرض وانا خسران. فعاوزين نوفر نقطة الأمان للمربي. أنا ممكن أرد على حضرتك. اتفضلي.
يمكن وانا موجوده قلنا نطبق قانون منع تداول الطيور الحيه، وهقول الاسباب عشان ناس كتير مش عارفه ليه اهميته. زي ما حضرتك بتتكلم النهارده ان الاسعار الايام دي قليله جدا، صح؟ تمام جدا. تمام. وفي وقت تاني الاسعار بتبقى مرتفعه جدا بالظبط، يوصل ل 30 و18. المستهلك بيتضرر في ارتفاع الاسعار وفي انخفاضها برضو، لان في انخفاضها هي ما بتروحلوش بالسعر، ما بيحسش بيها. النهارده 28 جنيه في المحل، دي بتروح للي هم السماسره اللي في المحل. الحلقه الوسيطه. تمام. ما بين المنتج والمستهلك. النهارده لما بنقول ان احنا لو انا عندي النهارده تطبيق للقانون، الدواجن دي كلها اللي سعرها اقل من التكلفه هتنسحب كلها، لاول ما تسحبها عشان تعينها للتخزين سعرها هيبقى عادل وهترتفع شويه، لان ليها طلب، مش لازم الناس تاكلها في وقتها، تاكلها في المواعيد. احنا عندنا المصريين عندنا مواعيد في زياده اتساحنا للدواجن، رمضان مثلا على سبيل المثال، مواسم. يبقى انا بعين حاجتي دي منتجي لرمضان بدل ما استورد، لان انا عندي ضغط في الطلب. يبقى انا الفراخ بتاعتي اللي بعينها وارفع سعرها شويه عشان تبقى لا سعرها مرتفع في رمضان ولا سعرها اقل من التكلفه في الاوقات اللي زي يعني. طب حضرتك عاوزه توحدي العرض في البلد كلها، يعني النهارده يبقى يحصل تخزين في الايام اللي مفيش فيها سحب، وابدا اطلعها من الثلاجات في المواسم مخصوص رمضان. طبعا. هو انت النهارده حضرتك اي شيء انت بتعينه للتوازن طول السنه انا بعتبره بحوله من سلعه، يعني النهارده السلعه دي غير قابله للتخزين اللي هي الفراخ الحيه. صح. لكن لو هي فراخ مجمده او مبرده قابله للتخزين اقدر اخزنها. صح. طيب اسال حضرتك سؤال يا دكتور بعد اذنك. نعم. كايرو 3 ايه ليها، بتبيع مجمد فقط ولا بتبيع للسوق المحلي زي العربيات والتجار؟ معظم على قد المجازر بتاعه الشركه بتاخد كل طاقتها ونسبه بسيطه جدا اللي بتفيد وبتتباع. يعني عندكم منافذ في كايرو 3 ايه، منافذ للتجار؟ الشركه بتتوسع في المجازر عشان تزود طاقه الذبح عندها. طيب. انما عايز اقول لحضرتك ما لم يكون، انا بتكلم على صناعه مش بنتكلم على يعني شركات او صور مربين. تمام. انا بنتكلم على صناعه، احنا بنتكلم عايزين نحمي صناعتنا دي ونحمي امننا الغذائي. يعني قانون منع التداول ما اتعملش من فراغ، اتعمل نظرا لانتشار انفلونزا الطيور من 2006 وطلعنا القانون ده 2009، وده مهم جدا لصناعه الدواجن. ما فيش حد في العالم النهارده حتى يعني اقل البلدان ماشيه بالطريقه بتاعتنا دي، كل العالم بينظم الصناعه بتاعته. للاسف الصناعه عندنا لحد الان ماشيه بالعشوائيه، ما فيش فيها نظام، وللاسف ما فيش فيها قاعده بيانات سليمه. يعني النهارده لا انا عايزه لو اسمح لي انا برضو ما بحبش اقول ان الصناعه دي صناعه عشوائيه على الاطلاق. تمام. الصناعه دي بتنتج مليار و400 مليون طائر، عمرها ما تكون بعشوائيه، انما ابتدت واشتغلوا بقالوا من الثمانينات. خلي بال حضرتك النهارده لو عايز تستورد عشان تاكل 100 مليون مواطن ما تلاقيش سوق عالمي تدي لك الفراخ. احنا عندنا امكانيه كل عندنا فائض متميزه، لكن محتاجه شويه تنظيم. هي الصناعه ما لهاش دعوه بالبيع الحي على فكره، هي دي سلسله انتاج المفروض بتتاخد من المنتجين، وفي جهات اللي هي بتقوم بقى بعمليه دكتور منى وخلافه. يا دكتور منى نستغل وجود حضرتك، وبما ان ليكي باع سياسي في مجال الانتاج الداجيني، حضرتك اكيد سمعتي على القرار اللي اتخذه السيد رئيس الجمهوريه في اللجنه العليا لتنظيم الدواجن، توصيات حضرتك ايه للساده الموجودين في اللجنه؟ طبعا يمكن حضرتك قلت كلمه مهمه، ان احنا كنا عاملين قاعده بيانات بالجي بي اس للمزارع، ودي تستكمل ان يبقى عندنا تطبيق القانون هينظم عملية الأونلاين ماركتينج، إن النهاردة تبقى عارف كل اللي بيدخل قطيع تسمين بيسجل عشان يقول أنا بعد 30 يوم هطلع القطيع بتاعي عدده كذا. صح. أنا هطلع بعد 25، يبقى في خريطة واضحة. صح.
لعمليه الانتاج وتوجيه الزياده لفين ونخزن قد ايه ونسيب المعروض ايه. انما انا بعتبر القانون هو اللي هيحل المشاكل، لان المشاكل الحقيقه موجوده ما بعد الانتاج. المصريين شاطرين جدا، كل البلاد اللي حوالينا المصريين الخبراء في قطاع الدواجن هم اللي بيربوا لهم الدواجن. على فكره احنا اللي نشرنا صناعه الدواجن في البلاد العربيه اللي حوالينا كلها مصر، فمربيين متميزين، لكن احنا محتاجين تطبيق نظم وتطبيق نظام. النهارده الحكومه برضو بتصرف مليارات النهارده في المجازر للانتاج الحيواني، انما احنا النهارده الانتاج الدجاجي احنا عندنا بالاحصاء عندنا مجازر تكفي كل الطاقات الانتاجيه، عشان بس ايه نبقى واضحين. يعني لو انا بشغل المجازر دي دوره واحده او شيفت واحد يكفيني لكل الانتاج. وفي نقطة، طيب أنا مش محتاجة انتظر لمجازر، لا في مجازر وفي ثلاجات. الحاجة الثانية إن أنا بقول إن هذا القانون بيطبق في المدن الكبيرة والتدريجي، وبعد كده المدن في المحافظات والمراكز. القرى دي هنسيبها لآخرها، هنسيبها لآخر السلسلة، لأن دي معظمها بيبقى داخلي. إنما هي المزارع اللي محتاجة، وبرده مش عايزة أقول إن أنا لازم يكون مجزر جنب سلسلة الإنتاج، مش لازم. أنا بس المهم أنقل الطيور من المزارع للمجازر مباشرة، وتطلع من المجزر حية، بتطلع من المجزر مبردة. والمصريين كتير فاكرين إن كل اللي بيدخل المجزر بيطلع مجمد، لأ هو بيطلع مبرد، ممكن يقعد في التلاجة لمدة يعني أسبوعين ويطلع مجمد كمان. كده هنحتاج أو لازم يكون عندنا في كل محافظة مجموعة مجازر تشيل الطاقة الإنتاجية بتاع كل محافظة. لا يا فندم، مش لازم خالص، علشان ده اسمها ايه، احنا عندنا محافظات في الدلتا ما فيهاش اماكن. المهم يكون عندي اصل احنا ما عندناش حدود قوي بين المحافظات، لكن انا عندي المجازر نقول طاقتها قد ايه، وتعلن الطاقات قد كده، علشان اللي بيشتري يقدر يودي المجازر في اي مكان. لان انا ممكن اخد الفراخ واوديها من الاهليه، اوديها مصر في الاليوبيه، وهبيع في القاهرة الفراخ المبردة أو المجمدة. ما لهاش علاقة، ما نربطش المجازر بالمزارع، لكن أقول طاقة المجازر هتكفي هتستكفي ولا لا؟ وهي بتكفي فعلا زي ما قلت لحضرتك، طاقات المجازر في مصر. يبقى حضرتك عندك توصيات للجنة، أول حاجة اللي هو قاعدة بيانات، وحاجة تاني حاجة اللي هو تطبيق قانون 70. قانون حامي. قانون 70 فيه تخوفات، وأشجع وجود شركات في عملية انها تشتري المنتج بتاعي وتوصله للتصنيع او للتبريد او التجميل. شركات تسويق. أيوة. شركات تسويقية. اشجع طبعا. طيب دكتورة منى، مشروع زي كايرو ستري مشروع ضخم جدا ومعمول بنظم حديثة، ده فعلا مطلوب يتعمل حتى لو مزرعة 10,000؟ من المفترض ان هي تعمل بنفس الاسلوب ده اللي هو العزل والتكييف والتجديد دي كلها. في بعض من صغار المربيين بيتكلم ان المشروع ده مسبب لهم حاله من القلق، ان هو خطر على الصناعه. المشاريع الكبيره هيعمل فائض في الانتاج، الاسعار تنزل. المشاريع الكبيره ليها قلق والاستيراد هي بتخوف صغار المربيين. لا خلينا نقول ايه، المشاريع الكبيره هي اصلا لما بيكون عندها جدود هي بتبيع كتاكيت الامهات دي للسوق. تمام. كويس تمام. لا مش لنفسها بس، انما انا لما اقول وقارن اقول اجيب من مشروع كبير ولا استورد؟ لا مشروع كبير احسن طبعا. طالما عندي نقص في الانتاج يبقى هنا ما اقدرش اقول لا ما نعملش مشروعات جديده. تمام. لا نعمل لحد ما يكون احنا بنتكلم يا دكتور. احنا النهارده عندنا على نظره المنتج الصغير اللي هو برب 10,000 و15,000، المنتج الكبير بيخوفه. لا ما يخوفوش، يخوفوا ليه؟ يعني يقارن ما بين المربين الصغيرين ان فلان الفلاني بيبيع النهارده. المنتج الصغير يقلب الكبير. صح. في تطوير الامن الحيوي. اللي هو التكتلات زي ما حضرتك ذكرتي، والامن الحيوي وخلافه وتجهيز المزارع. وانما انا ما اقول، انا بالعكس صغار المربيين عليهم دور كبير، وفيهم ناس كويسه جدا وناس بتكسب كويس جدا في الموسم العادي. وشغالين كويس جدا، و70% من هذه الصناعه صغار المربيين على فكره في التسمين، في قطاع اللي هو الدواجن التسمين اللي بتتباع في السوق. فالنهارده ده قطاع كبير، لكن انا
اتمنى طبعا ان كل ما يكون عدد من صغار المربين خاصه اللي في الدلتا وعندهم مشاكل مرضيه يتجمعوا وياخدوا من الخريطه الاستثماريه اللي بتعرضها وزاره الزراعه في الاماكن الصحراويه ويعملوا مشروعاتهم. احنا فاتحين مفتوح لهم ومفتوح لهم ياخدوا قروض يعني. يعني الحقيقه الدوله وكانت ده برعايه السيد الرئيس اهتمت بقطاع الثروه الداجنه مش 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 حديثا ده من ساعه احنا بقالنا 3 4 سنين حقيقة. وكان الاهتمام بهذه الصناعه اهتمام كبير حقيقة. فده اللي ادانا النهارده ان احنا وصلنا لكفاء ذاتي، بقينا نصدر على فكره وبنصدر مصنعات وبنصدر كتاكيت وبنصدر بيض، كل ده انجازات الثلاث اربع سنين اللي فاتت. تصديرنا بيروح فين يا دكتور بعد اذنك؟ يعني نعم. ما هي الدول اللي احنا بنصدر لها؟ احنا بنصدر في افريقيا دول كتيره كتاكيت وبيض، ودي نقطه مهمه جدا ويمكن ان شاء الله في المستقبل ان يكون في تبادل سلعي، لان احنا بنستورد لحوم من افريقيا او مواشي من افريقيا، وهم عندهم ميزه المطر وميزه الحياه الرعويه، عندهم المراعي الطبيعيه كتيره، واحنا عندنا شاطرين قوي في الدواجن وبننتج كويس، ان يبقى في تبادل سلع ما بين مصر والدول الافريقيه، هم ياخدوا مننا دواجن واحنا ناخد منهم مواشي او لحوم. تبادل. دكتوره منى، كان في خبر نزل ان فيه اتفاق على زراعه الذره والصويا في مصر، ده صحيح ولا لسه؟ في اتفاق ايه؟ ان احنا هنزرع ذره وصويا في مصر عشان نقلل نسبه الاستيراد. انا الحقيقه ما عنديش علم، لكن احنا يعني بالتجارب النهارده لما حسب انت احتياجاتك ايه في البلد الاول، فاكهه خضار، المنتج بيجيب العائد اللي يعني احنا كنا عاملين دراسه على فكره في وزاره الزراعه للعائد الاقتصادي لمتر المكعب ميه، هو المتر المكعب ميه ده هيديني عائد اقتصادي قد ايه؟ زي على سبيل المثال لو انا بتكلم على طلع ان السمك هو اعلى عائد اقتصادي لاستخدام المياه لانه ما بيستهلكش المياه. ثاني حاجه كانت الدواجن قبل الزراعه، وبعد كده بقى في محاصيل اخرى اتكررت. فهنا دي خطه الوزاره انها تحدد العائد الاقتصادي، لان في الاخر الفلاح ده لما بيزرع حاجه عايز يكون ليه عائد. اكيد طبعا. وعايزين نحافظ على المياه بتاعتنا من استغلال الامثل للمياه، عشان كده كنا عاملين مشروعات اللي هي المشروعات التكامليه اللي هي في الصحراء، اعمل مزرعه سمك مكثف بالميه واخد الميه اروي بيها الزرع، بقى فيه مخصبات وزودت لي الانتاجيه واستخدمت الميه مرتين، ودي ميزه كبيره بتدي عائد اقتصادي اكثر للزراعه. شكرا جدا دكتوره منى محرز، رئيس نائب رئيس مجلس اداره كايرو 3 ونائب رئيس نائب وزير الزراعه أصدق. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا دكتور. الدكتور يا اسامه كانت بتتكلم ان احنا يبقى عندنا اولا قاعده بيانات، وتاني حاجه ان احنا نطبق قانون 70، على العلم ان قانون 70 عنده تخويف كتير جدا للمربين من تطبيق قانون 70. تنفيذ قانون 70 بضوابطه مش مشكله خالص للمربي الصغير او لاي مربي. النهارده انا ايه اللي هيضرني النهارده سواء مجزر خاله مني او سمسار، بالعكس انا عاوز بس نظام امشي عليه، ان حد يطلع يقول لي السعر كام، سواء بقى المجزر خده المربي السمسار خده مش فارقه معاه في حاجه. انا النهارده لما اكون عندي مزرعه 10,000 ولا 20,000 ولا 100,000 او حتى مشروع كبير، ان انا النهارده اقول السعر وليكن مثلا 25 والمجزر ياخده مني، اورد للمجزر واخد فلوسي خلاص شكرا. هي حتى الدكتوره قالت ان المفروض ان يكون في شركات تسويق وصل، همزه وصل بين المربي وبين المجازر، ده يساعد كتير جدا. طيب عندنا حلول كتير على هنتكلم فيها، بس نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه مكملين معاكم في برنامج صناعه مصريه اللي بيقدموه انا علي الضهراوي واسامه امين. كان معانا قبل الفاصل يا اسامه الدكتور منى محرز رئيس مجلس اداره شركه كايرو 3 ايه ونائب وزير الزراعه السابق. الدكتور اتكلمت على بعض الحلول او الاقتراحات اللي احنا بنقدمها للجنه العليا اللي السيد الرئيس اوصى بيها، زي مثلا تنظيم زي ما قلنا وزي قاعده البيانات، والحاجات دي ليها هيكون لها اثر كبير جدا في تنظيم الصناعه. هي طبعا نقطه كويسه جدا ان او وضحت نقطه، يعني ايه بعض المربيين كانوا خايفين منها ان مشروع بالحجم ده هيأثر بالسلب على الصناعه، لا هو فعلا واكدت ان هي ان المفروض ان اي مربي صغير سواء 5,000 10,000 مزرعه واحده اي كان بتربي في كميه قد ايه، من المفترض ان انت تحذو حذوهم. يعني ايه المزرعه عالي كل مهيئه تروح ظهير صحراوي،
تشتغل بنظم حديث امن حيوي عالي عشان تبدا تنجح وتبدا تقلل من التكلفه. ده من ضمن النقط اللي اتكلمت فيها. هي التخوفات عند صغار المربين يا اسامه ان كبار الشركات لما بتيجي بتبيع كميات كبيره جدا. عمري يا علي عمري يا علي. وتسحب العجل في مصر كلها او سيارات الدواجن. تمام، هي مش اي مشروع كبير مش معتمد، او مشروع خصوصا كايرو 3 مش معتمد ان هو يبيع للتجار او فراخ حي، لا. هو عنده مجزره بس الدكتور ذكرت ان عندها بيع حي. جزء انما متطلب منها ان هي تورد كميات للمزارع بتاعتها وتطلع فرخه باسمها. واي عندك مثلا الدقهلية للدواجن، عندك الوطنيه، هل بتطلع كل انتاجها؟ لا، الشركات دي لها توزيع حي. تمام، جزء بسيط، انما بتطلع فرخه المطلوبه للسوق، وليكن مثلا كيلو 200 كيلو 400 كيلو ونص مطلوب للمجازر، تطلع باسمها في السوق، مش معتمد اعتماد كل ان هي ترمي كل بضاعتها للتجار الحي. اكيد النقطه الثانيه برضو علي ان احنا هي اتكلمت على قانون 70، وهي اصلا من مناضلين قانون 70 على الرغم ان في صغار مربيين كارهين القانون. قانون 70 مش مضر للصناعه، بالعكس ان هو يقدر ينظم الصناعه بس يتم ضوابطه بآلياته. بالظبط، انا ما عنديش مشكله ابيع لمين، للمجزر او للسمسار، بس قد ما يهمني ان انا ابيع بسعر التكلفه. النهارده ما ينفعش اكلف 25 جنيه ولا 26 جنيه على كيلو وبيع 19. عايزين نتكلم مزرعه بنوجه الكلام للقيادة السياسيه والمسؤولين ان الفراخ امبارح كانت بتتباع ب 19 ونص داخل المزرعه وب 19 جنيه. يعني امبارح مزرعه امبارح مطلعه فراخ 2 كيلو 700 و2 كيلو 600 وبيع ب 19 جنيه، ده يرضي مين؟ احنا انا بقدم رساله وببلغ ابوصل رساله للسيد وزير الزراعه، الفراخ في المزارع ب 19 جنيه. يعني 6 جنيه في الكيلو. معانا مداخله الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبه الدواجن. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور، منورنا دايما في برنامج صناعه مصريه. اهلا بيك يا فندم، انا سعيد بحضرتكم. دكتور عبد العزيز، اخر اخبار اللجنه العليا لانقاذ صناعه الدواجن؟ والله انا سامعكم بتتكلموا الاول على اسعار الدواجن وفي خسائر فداح، يمكن انا كنت عامل محادثه او مقال بالامس على موضوع ان تكلفه الدواجن تصل ل 25 جنيه، والنهارده للاسف الشديد المعلن 20 وتتباع ب 19، ودي خسائر فادحه. تظل ان دي صناعه استراتيجيه امنه لكل افراد المجتمع، وده امن قومي لكل المواطنين، يجب ان نحافظ عليها ويجب ان يكون السعر عادل. يا دكتور الكلام ده يمكن انا قلته قبل كده. يا دكتور تاخد الجديد؟ اتفضل يا فندم. 19 الا ربع والله. طب ده كلام غير منطقي بالمره، فحقيقي يعني حرام. يعني انا انت بتتكلم في 6 جنيه في الكيلو؟ والطلب. انا مش عايز اليات عرض وطلب، انا عاوز سعر مناسب نستطيع من خلاله يستبر هذا الرجل في المنظومه. يا دكتور، او اي واحد بيشتغل. يا دكتور علشان المستهلك اللي قاعد قدام الشاشه دلوقتي هيقول الناس دي بتتكلم ان هي عايزه ترفع السعر علينا. يا فندم انا مش عايز ارفع السعر، تكلفه انتاج. احنا بنتكلم يا دكتور 25 جنيه من غير ان يعني الفرخه النهارده بتتكلف على المنتج 25، مع الادويه مع الكهرباء مع الكلام ده كله 25 جنيه، مفيش مكسب. احنا عاوزين سعر عادل لمين؟ ان هو يكمل، ان المنتج يكمل. للمستهلك. ده اللي احنا بنتكلم طيب عليه. طيب دكتور، اللجنه تم تشكيلها ولا لسه؟ والله احنا سمعنا ان تم تشكيل اللجنه وصدر بها قرار مجلس وزراء. لا، اسماء يا دكتور، بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم عليها. تم اختيار تشكيله بين عده جهات، لكن للاسف الشديد احنا مش عارفين مين حتى الان. هم قالوا ان في اجتماع بعد 10 ايام للجنه، لكن لم يتم تبليغنا مين الاعضاء في اللجنه او مين هتكون المتواجدين في اللجنه. يعني تم اختيار الجهات بس لسه الاشخاص بعينهم لا. تمام، تم اختيار الجهات ولسه في مفروض السيد نائب الوزير من المفترض اصلا يبلغ الاعضاء اللي هم المفروض يكونوا في اللجنه على اساس يكون في اول اجتماع عشان نحط الاطر والاسر اللازمه عشان نبتدي اللجنه ونشوف المشاكل المتواجده ان شاء الله. يعني متوقع مثلا نوعه كم، قد ايه فتره زمنيه، شهر ولا شهرين ولا قد ايه؟ لا والله المفروض ما فيش شهر، طالما اللجنه خلاص المفروض ما فيش لا شهر ولا شهرين. من المفترض فورا يتم تبليغ الناس على ان يتم اجتماع وتشوف كان في مفيش التعاون. مفيش اخبار يا دكتور، مفيش عند حضرتك اخبار مين اللي في اللجنه؟ مفيش، ما هو اللي جه هيئات لحد دلوقتي. مفيش اخبار يا دكتور مين اللي داخل اللجنه؟ لا لا لا، مفيش حد قال. لم يعلن لحد الان. نتمنى يا دكتور، بس نتمنى ان تشكيل اللجنه يتم بسرعه وتتخذ قرارات سريعه، لان فعلا الناس هتتسجن. يعني زي ما سماها سيادة الرئيس انقاذ الصناعة، الصناعة عايزة تنقذ، ننقذ فيها بقالنا أربع شهور. ده يا أستاذ أسامة، أستاذ علي، هو من المفترض أصلاً إن قرار معالي رئيس الجمهورية هو من المفترض علشان إيه؟ عشان السعي الجادي والسريع والحثيث إن إحنا نستطيع نشوف المشاكل المتواجدة ونحلها، عشان دي صناعة هامة واستراتيجية، ده اللي إحنا بنتكلم عليه.
لكن حتى الآن احنا ما شفناش لسه خطوات إيجابية لهذا الطلب. شكرا جدا دكتور. شكرا لمداخلتك يا دكتور عبد العزيز. كان معانا الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبه الدواجن. للاسف علي زي ما احنا يعني ما كان معانا الدكتور محمد قرش متحدث الوزاره الحلقه اللي فاتت وقال ان لسه ما فيش اي اخبار عن اللجنه. قال بعد اسبوع هيتم تشكيلها. المهم ان معالي رئيس الجمهوريه لما تدخل سمى اللجنه لجنه العليا لانقاذ، الانقاذ ده يا اسامه ما بيقعدش شهور. اعتقد الانقاذ ده بيبقى فوري. نتمنى ان يتم تشكيل اللجنه باسرع وقت وتتخذ قرارات احنا يعني بسرعه لان فعلا الناس بتخرب بيوتها. بنتكلم في انقاذ اسامه، السعر للمنتج النهارده ب 19 جنيه داخل المزرعه، المنتج بيتكلف 25. احنا بنتكلم عشان المشاهد اللي هو المستهلك العادي. فرق عالي في الفرخه الواحده لو 2 كيلو ونص النهارده، فرق بين البياعه وبين المستهلك مش التكلفه كمان، يعني النهارده في المزرعه النهارده بتبيع ب 19 جنيه وفي المحل بتتباع ب 27 جنيه. يعني فرق 8 جنيه في الكيلو. لو فرخه 2 كيلو واللحم الاحمر اللي هو يعني 20 جنيه في الفرخه ال 2 كيلو ونص. يا اسامه واللحم الاحمر اللي هو اساسه نزل ل 40 داخل المزارع وما زال بيتباع ب 54 و55. عايز بس اوضح صوره يعني نقطه بس للساده المسؤولين ان في 20 جنيه في الفرخه الواحده ضايعه ما بين المربي اللي رامي الوفات او ملايين في الدوره على امل ان هو يلمها اخر الدوره وما بيلمهاش وبيتسجن. او بياخد قروض وبيتسجن، وما بين المستهلك اللي في النص هنا في 20 جنيه متوزعه ما بين التاجر والسمسار وما بين المحل اللي بينظف ويبيع. نتمنى من اللجنه العليا لتنظيم صناعه الدواجن انها تحط في اعتبارها الفكره اللي اتكلمت عليها الدكتور منى محرز من شويه اللي هو شركات تسويقيه عشان نخرج من البوتقه من المشكله بتاعه التجار. تفعيل البورصه التجار. ليه ما نفعلش البورصه النهارده يا علي وتبدا تقول سعر بتاعها؟ ايه المشكله النهارده؟ النهارده يا علي انت بتبيع كم مليون فرخه في اليوم؟ النهارده لو انا عملت بس 100 جنيه كارته لكل عربيه تطلع تشيل واقول السعر هدخل البلد ما يخرج من مليون جنيه في اليوم الواحد. مرارا ابدا اطور بالصناعه، ايه المشكله اللي في كده؟ مرارا وتكرارا بنقول اللي بيحدد سعر الدواجن شويه تجار مع بعضيهم ما لهمش دعوه خالص بالحكومه. بيتشكلوا مع بعض كل يوم، انا اقول 20 اسامه قلت 19 عشان العربيات تروح لاسامه. اتمنى رئيس الجمهوريه نتمنى رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء يوجه سؤال واحد بس، كيف تدار صناعه الدواجن في مصر؟ كيف يتم تسعير يوجه السؤال ده هو للساده المسؤولين، كيف تدار صناعه الدواجن في مصر؟ الاجابه العشوائيه، عرض وطلب. عرض وطلب ايه؟ هل في قاعده بيانات سليمه عند المسؤولين؟ اتحدى اي مسؤول النهارده يطلع يقول احنا بننتج قد ايه كتاكيت في اليوم معالي. او لحم لحظه بس يا علي، او لحم في اليوم او بنستهلك قد ايه؟ اللي بيحصل النهارده في السوق ده سببه الاساسي ان مفيش قاعده بيانات عند الجهات المسؤوله في وزاره الزراعه او الجهات المسؤوله في الانتاج الحيواني تدل او تعطي خطوات للتشغيل. يعني مثلا لما احب اعمل حاجه النهارده لازم في عندي قاعده بيانات ابدا احط عليها حلول. النهارده قاعده البيانات كلها غلط، دي قديمه من زمان ما بتحدش، ما فيش حد بينزل ويحصر النهارده عندنا قد ايه انتاج وبنستهلك قد ايه. يا اسامه انا هبلغ سياده الرئيس اقول له حضرتك اسال المسؤولين على الصناعه دي قول لهم مين اللي بيحط سعر الدواجن في مصر؟ هيقول لك المعلم فلان والمعلم فلان، مجموعه معلمين يا ريس بيتحكموا في اقتصاد دوله. احنا اتكلمنا قبل كده ان صناعه الدواجن شغال فيها اكتر من ثلث سكان الشعب، لان احنا قلنا 5 مليون وزاويهم بنروح ل 20 مليون. يا ريس اسال المسؤولين قول لهم مين اللي بيحط سعر الدواجن في مصر؟ هيقول لك المعلم فلان والمعلم فلان. طيب. تخيل ان اللي بيحط صناعه زي دي او سعرها. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني، انتظرونا. مكملين معاكم في برنامج صناعه مصر، اهلا وسهلا. زي ما قلنا علي ان في مشاكل كتيره جدا في مجال الدواجن، النهارده للاسف الاسعار متدنيه لادنى حد، النهارده المربي بيكلف على الفرخه 25 جنيه او 26 جنيه وللاسف بتتباع ب 19 جنيه، انا امبارح بتكلم مع احد المربيين بيقول لي للاسف ان المستهلك مش واصل له الدعم، يعني المستهلك المفروض ان انا ببيع بسعر رخيص ياخد منتج بسعر قليل، طب فين دور الرقابه هنا بقى؟ من المفترض ان في دور رقابه ما بين السعر ده والسعر ده، ما ينفعش ابيع النهارده يا علي انا فرخه ب 19 جنيه في المزرعه وتتباع ب 27 جنيه، 8 جنيه في الكيلو يعني ما يقرب من 20 جنيه في الفرخه الواحده. خلي بالك يا اسامه المربي نفسه او منتج الدواجن في مصر هو قابل باللعبه بتاعت يبيع اوقات ب 30 واوقات ب 19، هو قابل اللعبه، باوقات بيبيع ب 30 جنيه واوقات ب 19، انما اللي مزعل المنتج ان هو يبيع ب 19 والفراخ تتباع بالمزرعه 26 في الشارع 26.
الساسو الفترة اللي فاتت كان فعلا وصل ل 47 و48 داخل المزرعة، انما رجع اليومين اللي فاتوا بقى ب 41 و40 جنيه، ما زال بيتباع ب 55 و54 في الشارع. كنا عرضنا عليه قبل كده بعض الحلول على وزارة الزراعة او المسؤولين، وفعلا النهارده الدكتوره منى محرز اكدت عليها، ومن بعض الحلول ديت علي ان هو تثبيت العرض، ان انا النهارده ابدا اجمع المنتج واجمده واعرضه في الوقت اللي مش موجود فيه، يعني مواسم مثلا في رمضان او في الشتاء بيبقى العرض قليل، انا اخد في الصيف واخزن للشتاء، بقى انا كده بتحكم في نسبه العرض كلها في السنة. انا النهارده لواحد المسؤولين هعمل كده، ان انا ابدا اخزن في المجازر النهارده في عرض كتير، اخزن للفتره اللي ما فيش فيها مربين بيشتغلوا او يبقى فيها عرض قليل، يبقى انا عندي وحدت العرض كله طول السنه، اقدر اتحكم في السعر، اثبت سعره طول السنه. وكمان ما ينفعش السعر من 19 ل 30. وكمان الدكتور منى اسامه قالت اقتراح كويس، اللي هو شركات تسويقيه. احنا النهاردة الحكومة بتعلن على منصة مصر الرقمية، كل حاجة النهاردة تخش من خلال الابليكيشن او من خلال ويب سايت، تقول ان انا عايز اعمل بطاقة، عايز اعمل رخصة، بتعملها من خلال النت. لك ان تتخيل ان انت النهاردة لو كمسؤولين او كوزارة زراعة او وزارة الداخلية او اي حد المسؤولين ان هو طلع وعمل شكل لجنة وقال سعر وخد بس 100 جنيه على العربية، هتدخل للمجال ده هو مش اقل من 1,000,000 جنيه في اليوم الواحد. احنا تدعم به الصناعه، بنتكلم تنشئ مجازر، تنشئ مزارع جديده مجهزه، تبدا تدعم به المجال. ان التكنولوجيا اسامه صابت كل المجالات الا مجال الدواجن. كل ما نيجي نكلم وزاره الزراعه او وزاره التموين مين اللي بيسعر سعر الدواجن، بيقول لك احنا ما عندناش اليات، ما عندناش بيسموها الرقميه، ما عندهمش احصائيات وبيانات. طب احنا سنه 2021 كله قلب المجال، لحد النهارده انا ما عنديش بيانات، انا عندي كام منتج وعندي كام فرخه بتتربى، مش شايف الخسائر بس يا علي مش على مربين التسمين بس، لا ده بالعكس كل الناس بتخسر النهارده، من اول مستوردين مربين الامهات، ما هي تكلفه برضو عالي، يعني بتاع الامهات ده بياكل عندهم كارثه بقى لها شهور. لا احنا من اول السنه مربين الامهات كلهم بيخسروا، النهارده مربي الامهات او الشركه اللي عندها امهات بتطلع وليكن مثلا 100,000 في اليوم، خسارتها النهارده مش اقل من 300,000 يوميا، رقم كبير جدا يومية. جدا خساره يوميه. انا كمربي امهات النهارده بدفع او بكلف على الدوره ما يقرب من 10 مليون جنيه، اقعد 6 شهور بصرف 10 مليون جنيه عشان ابدا انتاج، عمليه انتاج والم ال 10 مليون ما اعرفش المهم، بلا اخسر عليهم كمان. هو التنظيم هنا لو احنا فقدناه اسامه، موضوع ان منتج 100,000 فرخه يوميا اللي هو الانتاجي بيخسر 300,000 جنيه يوميا، التخويف بالنسبه لي انه هيطلع من الصناعه، مش هيقدر يكمل منتج الامهات السنه دي، مش هيقدر يكمل السنه الجايه فهيخرج، هيبقى كتكوت السنه الجايه ب 15 جنيه السنه الجايه. ده فعلا اللي هيحصل السنه الجايه، لان معظم مربين الامهات او مربين التسمين، ما هو دي بتكمل ديت، لما يطلعوا من السوق المنتج بتاعهم هيغلى، اللي هيقدر يكمل واللي هيقدر يستحمل الخسائر هو اللي هيحضر السوق الحلو الفتره الجايه. وخير الدليل على كده السنه اللي فاتت مربين الساسو علي والبياض، البياض السنه اللي فاتت خسائر بالجمله، السنه دي لا، البيض غالي النهارده لان معظم مربين البياض طلعوا من السوق الفتره اللي فاتت. طيب انا عندي نقطه ثانيه عايز اتكلم فيها، اللي هي العلف. الذره يا علي لما كان ب 5,600 والصويا ب 8,800 كان طن العلف ب 8,300 جنيه. طيب النهارده الذره ب 5,000 جنيه. يعني رخصة والصويا ب 7,900 نزل، يعني الذرة نزل 650 جنيه او 700 جنيه والصويا نزل 900 جنيه، ليه العلف ما بينزلش؟ يعني دي رسالة لاصحاب المصانع الاعلاف، برجاء فعلا الحال واقف، السوق واقف، ما فيش حد لا بيبيع ولا حد بيشتري، والناس خايفة تخش. احنا النهارده لو بدأنا ننزل سعر العلف، انزل بسعرك، المفروض تنزل شوية، يعني النهارده مش اقل من 1000 جنيه طن العلف ينزل. حضرتك لو نزلت طن العلف 1000 جنيه الناس هتشتغل، هتدخل كتاكيت، هتاخد منك علف، هتبيع لحم، يعني التكلفه هتقل. فرجاء يعني جميع المصانع نداء لهم او يعني رجاء ان احنا نبدا، يعني يبقى في رأفة بحال مربيين. لما الخامات كانت غاليه بتبيع غالي، طب الخامات نزلت، طب ما تنزل برضه. ده يبقى اقتراح يا اسامه نعرضه على اللجنه المنظمه للفتره الجايه، رقابة. ان هو رقابه على الاسعار، على العلف وعلى الأدوية وعلى كل حلقة أو كل سلسلة من سلسلة الإنتاج الداجيني يكون عليها رقابة. يعني إيه بتاع العلف الذرة ينزل والصويا لما كان بيطلع كانوا هم بيطلعوا قبل ما بيطلع، يعني النهاردة الذرة زاد جنيه، تاني يوم الصبح طن العلف يزيد 100 جنيه،
طيب ليه لما نزل الذره ونزلت الصويا هم ما بينزلوش؟ احنا قلنا عشان التكلفه، عشان التكلفه الشهريه مع قصاد الانتاج في الشهر اقل، نسبته قلت. بس حضرتك لو نزلت الطن سعر الطن 1000 جنيه مثلا هتبدا تشغل اكتر، الناس هتخش اكتر على الشغل، انما فعلا الحال واقف. نتكلم في بعض الاقتراحات يا اسامه على اللجنه، واحنا قلنا ان عندنا توصيات زي مثلا التنظيم، وزي زي اسامه زي ما الدكتور منى قال الشركات، انشاء شركات وتسويق، والمربين نفسهم يبداوا يطوروا من مزارعهم. الوضع مش سهل، بس طرق الاصلاح متاحه، بس لو في نيه للاصلاح. احنا كلنا ما فيش حد بيخر بجهده، احنا خلف وزاره الزراعه وخلف اللجنه العليا لانقاذ صناعه الدواجن، واحنا مش ضد حد، احنا خالص. بنتكلم والله للصالح العام، احنا بنتكلم لانقاذ الصناعه. احنا كلنا متعشمين في معالي رئيس الجمهوريه، يا ريس ولادك مضرورين جامد، الناس بتخسر جامد يا ريس. يا ريس احنا نتمنى ان انت تتدخل في حل المشكله، المنتجين دي لو خرجت يا ريس النهارده هيبقى في كارثه في الانتاج الداجيني خلال السنوات الجايه، لان بالفعل في ناس كتير اتسجنت في المربين، في ناس كتير هتخسر السنه وهتطلع من الامهات. عندنا كارثه، عندنا مصيبه في مجال الانتاج الداجيني. احنا هنكمل كلامنا في حلقات ثانيه كتيره جدا، نشوفكم ان شاء الله بخير الاسبوع القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.